احتفلت دفعة جديدة من كلية التربية بأرحب قسم الرياضيات بتخرجها بعد مضي 4 سنوات من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي. نداوي جراحك يا يمن، اسم الدفعة 17 من كلية العلوم والأدب في خولان التابعة لجامعة صنعاء، احتفت بتخرجها بعد مشوار طويل من التحصيل العلمي دام 4 سنوات. وهذه هي البداية للمستقبل الزاهر لأبنائنا وللخريجين، وإن شاء الله يكونوا النواة والدافعة للعمل لبناء الوطن الحبيب على قلوبنا. وكما لا أنسى أن نشيد بأبطالنا قوات الأمن وقوات القوات المسلحة والأمن للدفاع عن وطننا وعلى كرامتنا وعلى كرامة أبناء الشعب اليمني العظيم. الطلاب في يوم تخرجهم شكروا كل من ساهم في إنجاح حفلهم ووقف بجانبهم لإكمال مرحلتهم الدراسية التي تكللت بعامين من الصمود في ظل عدوان سافر يستهدف كل شيء على الأرض. أهدي تخرجي إلى أمي العزيزة وأبي العزيز وكل من وقف معي وساندني لوصولي إلى هذه المرحلة، إلى هذا اليوم، إلى هذه الفرحة. أهدي تخرجي إلى والدي العزيز وإلى أمي الغالية وإلى كل الأصدقاء الذين كانوا وراءنا وفي كل سند وفي كل خطوة أخطيناها. آباء وأمهات وأصدقاء الخريجين عبروا عن فرحتهم بمشاركة أبنائهم هذا النجاح، مؤكدين الحرص على تشجيعهم على إكمال مسيرتهم العلمية والعملية وخدمة الوطن. نهني ونبارك بأسماء آيات الثاني والتبريكات للإخواننا الخريجين والخريجات في دفعة نداوي جراحك يا يمن. حفل التخرج تخللته فقرات فنية واستعراضية من زهرات وفنانين عبرت عن فرحة الخريجين وتمنياتهم أن ينعم الوطن بالسلام والأمن. ندى فريد، اليمن اليوم.